من الأسواق المضطربة أيضا الأجهزة الكهربائية، برضو لما تدخل تشتري أي جهاز كتير جدا يقولك لا مفيش، والأسعار برضو في نفس الدائرة الجهنمية اللي غير مفهومة. أستاذ جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة أجهزة التجارية، ما هو وضع سوق الأجهزة الكهربائية أستاذ جورج؟ أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. أستاذة لميس، سوق الأجهزة الكهربائية زيه زي أي سلعة موجودة حاليا بيشهد اضطراب تجاري حاليا. الأجهزة الشركات عندها عجز كامل في مستلزمات الإنتاج. إحنا بنتواصل مع المصانع والشركات عشان ناخد شغل، هو دايما مفيش، أنا ما عنديش غير كمية محددة، أنا ببتدي أدي لكل تاجر حصة. ده شيء موجود وموجود، يعني الاضطرابات دي هتفضل مضطربه طالما سعر الصرف مضطرب، ما هو ده مرتبط بده. هو كل كلمه النهارده تيجي تكلمي اي شركه او اي مصنع، يا عم انت زودت ليه؟ انت لسه مزود مثلا من شهر حاطط 10%، جبت لي 10 تاني ليه؟ يقول لك انا بجيب الدولار غالي. فهو طبعا كان في اول امبارح سياده الرئيس كان قال ان شاء الله هيحصل استقرار. بناء عليها هيحصل استقرار في كل شيء. هيحصل استقرار في الأجهزة الكهربائية، وبإذن الله تكون حاجة يعني نشهد الكلام ده في النص الثاني من سنة 24. النص الثاني من سنة 24، يعني أنت بتقولي من هنا ليونيو القادم أي حد عايز يا يشتري فندم. أجهزة كهربائية بلاش يشتري أجهزة كهربائية؟ لا لا، أنا ما أقدرش أقول بلاش يا فندم، أنا بقول ما تشتريش وتخزن. يعني ما أقولش إن واحد يروح يشتري أجهزة ويشيلها في بيته على أمل إن الجهاز عنده قديم، مثلا ثلاجة غسالة عطلانة، ويشتري. اشتري ولو انت محتاج، يعني انا ثلاجتي باظت انزل اشتري، غسلت باظت انزل اشتري، ده شيء طبيعي. لكن انا ما ينفعش النهارده اقول للناس ما تشتريش. ما تشتريش ازاي؟ طب واحد هيتجوز بعد شهر ولا اثنين ولا ثلاثه، بس ما ما فيش حد، محتاج. ما فيش حد بيشتري ويخزن بصراحة، ده مش سكر وزيت لا يا يعني، فندم، لا يعني لا 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 دي لا حاجة غالية قوي يعني، لا ودي لا لا، اسمها حضرتك الأجهزة المعمرة حتى. مسؤول على كلامي يا فندم. لا، كان في ناس بتشتري لاولادهم لسه في المدارس والجامعات. انا في ناس بتشتري مثلا لاولاد 15 سنه و16 لا سنه. يعني ده يكون الجهاز خلاص انا على عمره فكره دايما انصح الافتراضي بكده، خلص. انا دايما انصح ان محدش يشتري ويركب. طيب هل في مصانع توقفت عن التوريد نتيجة نقص بالفعل المواد؟ يا فندم، في اكتر من مصنع حاليا متوقف عن التوريد برضه بحجه ان ما عندوش مستلزمات انتاج، ودي فعلا دي حاجه احنا شاهدينها. وبعدين انا برجع اسال، طب المصنع لو هو عنده شغل هيوقفه ليه؟ ما هو عنده مصاريف وعجله الانتاج بتاعته دي بتدر له دخل وارباح، فهو ليه هيقف؟